مرحبا، اليوم الفيديو رح يكون مختلف عن أي فيديو أنا طرحته من قبل. رح يكون عن تجربتي في نزول الوزن، وطبعا بتمنى قبل ما أبدأ الفيديو تعملوا لايك واشتراك، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل شي جديد في القناة. رح أحكي اليوم عن تجربتي في نزول الوزن، وكيف كم كان وزني وكم نزلت وكم المدة. طبعا ما رح أطول بالحديث وأحكي لكم إنه قدين إحنا بنعاني بالوزن الزايد من المجتمع وحتى في أنفسنا، يعني صحتنا، وقدين نتعرض لمواقف وسخرية مع الأسف الشديد. طبعا لكل بنت تجربة، وأنا ما رح أحكي لكم إني أنا أخصائية تغذية، أنا فقط إني كان عندي وزن زائد وطبقت رجيم معين ونزلت عليه وكان جدا ناجح، وهو بسميه الرجيم السحري. كان وزني 90 كيلو ونزلت مع هالرجيم ل52 كيلو بظرف 4 شهور فقط وبدون رياضة. طبعا هالرجيم كان مثل السحر بالنسبة لإلي، خصوصا كان عندي تحدي مع نفسي ومع الناس اللي حوالي، وأقرب الناس اللي كانوا يحكولي إنك أنتي سمين سميني، يعني هيك طبيعة جسمك ومستحيل تنزلي بأي رجيم كان. فكنت بدي أثبت لهالناس اللي حكوا هيك ولنفسي إني أنا عندي إرادة وإني أنا بقدر أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه. وفعلا طبقت هالرجيم ونجحت فيه نجاح باهر وإنجاز كبير كان بالنسبة لإلي، خصوصا مع إني جربت كتير أنواع رجيم. وطبعا هالرجيمات كانوا من اختراعاتي، مثل رجيم اللبن، رجيم السلطة، رجيم الفواكه، ضلني طول اليوم على هيك، وكنت أخسر وزن بسيط وأرجع الدبل، يعني كان رجيمات فاشلة. لحد ما يوم من الأيام فتحت اليوتيوب وحبيت أدور على رجيم يناسبني، وقرأت عن هالرجيم، وأول ما شفته ما صدقت إنه ممكن أنحف عليه، بس حبيت أجربه وفعلا جربته، والحمد لله اني جربته. هذا الرجيم اسمه رجيم اتكنز، بتمنى تروحوا على جوجل وتفتحوا عنه وتقرأوا عنه وتبحثوا عنه. طبعا اللي ما عندهم امراض لا بالكلى ولا بالقلب ولا اي نوع امراض، والله يحميكم ويعافيكم، تقدروا تطبقوا هالرجيم. نظام اتكنز عبارة عن 4 مراحل، وبيعتمد على البروتين والدهون ونسبة قليلة من النشويات اللي هي الكارب، الكربوهيدرات. الكارب المسموح في هالنظام فقط من الأول مرحلة راح تكون فقط من الورقيات الخضراء، مثل الخس، مثل البقدونس، مثل الجرجير إلى آخره، وكمان البندورة، الخيار، الزهرة، الباذنجان، الكوسة. كمان ممنوع النشويات المعقدة مثل مثلا الرز، المعكرونة، الخبز ممنوع تماما في أول مرحلة، وممنوع كمان الحليب ومنتجاته ومشتقاته، السكر والحلويات كلها ممنوعة. طبعا المسموح هو البروتين بأي كمية كانت لحد الشبع، دجاج، لحم، سمك، تونة، بالزيت ما في مشكلة، مقلي ما في مشكلة. الدهون بأشكالها مسموحة كمان، ما في أي مشكلة لحد الشبع، ممكن تاكل البروتين. وطبعا حكينا النشويات 20% فقط كارب، كربوهيدرات فقط 20%، وحددنا بناخدهم من وين؟ من الخضار الورقية، من بعض الخضار التانية مثل الخيار، الطماطم، الزهر، الباذنجان، الكوسة. هذا النظام كتير حلو من ناحية انه بيشبع وما بيحسسك بالجوع، انك ما مو كل شوي جوعانة بدك تروحي تاكلي، لا بتضلك شبعانة لفترة طويلة، وخصوصا انه البروتين بيشبع وصعب الهضم، بيطول لينهضم البروتين عكس النشويات سريع الهضم. فهذا الرجيم كتير 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 كان ناجح معي، خصوصا اني كنت على طول اضلني شبعانة وما احس بالجوع واني بدي اروح اكل. واول فترة هي بتكون صعبة، رح تحس بعوارض مثل الدوخة، الغثيان، وجع بالرأس، احمرار في العينين، يعني في كتير عوارض ممكن تحسي فيها، فهذا الشيء طبيعي جدا، مو مشكلة أبدا. مع الأيام لما يمر عليك أسبوع أسبوعين بتروح هاي العوارض تماما وبتتعودي على النظام وما في أي مشكلة. إذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن النظام
تقدروا تفتحوا على اليوتيوب، في دكاترة، دكاترة حسين دشتي حاكي عنه كمان، إذا بتحبوا تكتبوا حسين دشتي نظام دشتي حاكي عنه، أو نظام أتكنز تقدروا كمان، نفس النظامين متطابقات متشابهات. كمان نزلت الوزن الكبير طبعا، ضلتني محافظة عليه فترة طويلة هالوزن وهالرشاقة، بعدين تزوجت وفورا حملت. مع الحمل رجع زاد وزني، كان وزني 52 عندما تزوجت، رجع وزني 80 كيلو لما حملت. عند الولادة كان وزني 80 كيلو، يعني زاد وزني بشكل كبير في الحمل. وبعد ما ولدت الحمد لله قدرت اني ارجع اطبق نظام رجيم جديد، نظام المرضعات اللي بترضع، يعني انا برضع طبيعي. اذا بتحبوا احكي كمان عن رجيمات جربتها بحياتي او رجيم المرضعات، راح ان شاء الله فيديوهات جاية راح احكي عنها وراح اساعدكم كتير للي بحب انه ينزل وزنه. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل شي جديد. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وتحققوا كل اللي بتتمنوه ان شاء الله. بأمان الله، سلام.